النهاردة من جوه الصيدلية هنتكلم عن عدوى الأظافر اللي هي الأونكومايكوزيس، وهنتكلم على الرينج وورمز اللي هي بنسميها الأوبة، وهنتكلم عن حكة جوك. النهاردة هنتكلم عن الأعراض بالصور وبالعلاج بمشيئة الله تعالى من جوه الصيدلية بروشتة قوية جدا. أنا عمرو أبو بكر ويلا بينا. أسوأ عدوى للفطريات وأكثرها خبثاً وسوءاً وهي عدوى الأظافر الأونكومايكوزيس. ليه الأونكومايكوزيس هي أسوأ الأنواع؟ لأن هي بتحتاج علاج تقريباً مش أقل من 6 شهور. عدوى دي بتحصل إزاي؟ بتحصل بين الأظافر، بتبدأ ببقعة صغيرة لونها أبيض تحت الضفر كده، ما بتفرقش، بتيجي في الإيدين أو الرجلين، بتبدأ ببقعة صغيرة لونها أبيض وبعد كده بتبدأ تتحول للون الأصفر، وبعد كده الضفر بيبدأ يتحول إن هو يبدأ يبقى سميك شوية، وبعد كده تلاقي الضفر لونه أصفر وبدأ يتشقق وبدأ يتاكل، يصغر 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 لحد ما يتاكل تماما. في ناس جدا بتتعايش معاه وبتفتكر ان هو شكل الضفر بقى كده، لكن للاسف دي عدوى الفطريات او الأونكومايكوزيس. لو انا عندي الموضوع ده او انا شفت الصور وبقت عندي اللي انت بتقول عليها دكتور، بس هو مش مضايقني الصراحه، هو في الاغلب لا هيعمل ريحه ولا هتلاقيه فيه مشكله، لان هو في الاول لما بيجي الناس بتتعايش معاه، لكن للاسف هو شكله سيء جدا ومعدي جدا، يعني هو ممكن للاسف يعدي كل الاظافر وكل الاظافر يكون شكلها سيء جدا او يكون شكلها زي الميت. للاسف علاج الفطريات الاظافر دي زي ما اتكلمنا بياخد وقت ومجهود وفلوس كتير، وبياخد مش اقل من 3 لـ4 شهور علاج، ان ما كانش 6 شهور، وكل الكتب بتقول 6 شهور على الاقل. ناخد الروشتة وان شاء الله هجيب معاكم مفعول كويس جدا في اقل من كده. الروشتة كالاتي: اول حاجه في الروشتة معانا دهان اسمه اللوسريل. اللوسريل ده عامل زي الميه كده، بنبدا نستخدمه على الاظافر 2 مرات في الاسبوع على الأظافر بشكل بحيث انها تغرق الأظافر لمدة قد ايه؟ لمدة 4 شهور. تاني حاجة هنستخدمها، لازم نستخدم كبسولات مضادة للفطريات عن طريق الفم، وافضل وأأمن نوع انا بحبه اللي هو الفلوكانازول. ممكن نشتريه في الدفلوكان الاصلي بتاعه، او ممكن نشتريه في اي براند تاني يكون رخيص. هناخد كبسولة 1 في الأسبوع 150 ميلي جرام لمدة 3 شهور. تالت حاجة هنستخدمها، هنستخدم سبراي اسمه لاميزيل تربنافين، بخاخ على الأظافر 2 مرات في اليوم وتسيبه لحد لما ينشف. في حاجة ليها دور فعال جدا وبتقلل فترة العلاج وبتسرع الشفاء بإذن الله تعالى، وهي ايه؟ وهي انك تنقع الأماكن المصابة، تنقعها في مية دافية، ونضيف على المية دي الملح الخشن، ونضيف عليها شوية خل تفاح. ننقع ايدينا قد ايه فيها؟ ننقع ايدينا لمدة ربع ساعة كل يوم، وبعد كده ننشف كويس، وبعد كده ندهن بدهان اللاميزيل اللي احنا قلنا عليه. خامس حاجة، لازم نستخدم مرطبات كويسة جدا، المرطبات اللي هي بتحتوي على اليوريا. الحاجات اللي بتحتوي على اليوريا بتشيل الطبقة اللي بره دي وبتخلي المرطبات توصل للأظافر، فده بيسرع عمل الأدوية كلها. كل ما نشيل الطبقة الناشفة اللي بره دي، كل ما الدواء بتاعك يقدر يخش جوه ويبدأ العلاج، بدل ما ياخد 6 شهور ممكن ياخد 2 شهور 3 شهور بالكتير جدا. النوع الرابع من التهابات وعدوى فطريات الجلد، فطريات اسمها الرينج وورمز، وهي مش وورمز، هي دي مش ديدان، لكن هي شكلها، لان شكلها كده، ودي احنا في مصر بنقول عليها الأوبة او القباء الحلقية، او بالبلدي كده زي ما احنا كنا متعودين زمان نقول ده عنده أوب. هي بتبدا الاول بلون ابيض، وبعد كده بيبقى فيه احمرار مع حكة شديدة جدا، والجزء اللي بره ده بيكون قشور، بيكون شكلها مزعج والناس بتتخض منها، لكن هي مش خطيرة خالص وعلاجها من اسهل ما يمكن. طبعا اكيد انتوا حفظتوا، اول حاجة هنستخدمها لازم نستخدم حاجة فيها فلوكانازول 150 ميلي جرام كبسولة 1 في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. ومحدش يقول لي اخد ايه من البيت، لان احنا محتاجين مضاد للفطريات مش موجود عندي في اي حاجة تانية. هنستخدم شامبو السيبيزول او النيزورال، هندهنه على الجلد بدون ما نخففه بالمية، ونسيبه قد ايه؟ ونسيبه 5 دقايق، وبعد كده نغسله بمية عادية. تالت حاجة معانا في الروشتة لعلاج الرينج وورمز هو كريم لوتري ديرم، هنستخدمه دهان 2 مرات في اليوم على الأماكن المصابة بالروشتة دي. إن شاء الله مش هتكمل أسبوع 10 أيام هتلاقي الرينج وورمز أو الأوبة دي
اختفت من حياتك. أما بقى النوع الخامس والأخير من عدوى الفطريات هو النوع الأكثر انتشاراً، وهي بنسميها حكة جوك أو السعفة الساقية. من أكثر الأمراض المعدية، بينتقل بسرعة شديدة جداً، بينتقل بالاتصال المباشر عن طريق أنك مثلاً ممكن تستخدم حاجة حد. للأسف ناس كتير بيجيلها المرض ده وبيبقى فاكرين أنه أي حاجة تانية غير حكة جوك. أعراض المرض ده بتكون حكة غريبة ما بين الأفخاد، بيكون كمان على الأماكن التناسلية، بتطلع حبوب شكلها غريب، أوقات كتير جدا يبقى فيه قشور بيضة وبتبقى فيه أماكن محمرة، فالناس كتير بتنخدع وتقول إن هي حساسية من أي حاجة، ولكن هي بتكون للأسف عدوى فطرية. هنعالجها إزاي؟ لازم نغسل المنطقة دي كلها بحاجة زي البتادين المركز، لو مفيش بتادين وإنت عندك شامبو النيزرال أو السيبيزول، فإحنا ممكن نستخدم السيبيزول برضو بدون ما نخففه بالمية، نسيبه شوية بعد كده نغسله بالمية. تاني حاجة نستخدمها، هنستخدم كريم اللوتريديرم. اللوتريديرم هتلاقيني بضيف في العدوى اللي فيها حكة، لأن هو معاه كورتيزون فبيقلل الحكة شوية، لأن هي حكتها مقرفة جدا. مش ظريف إن أنت تبقى واقف قدام الناس وتبدأ يبقى عندك حكة كده قدام الناس، فهيبقى شكلها وحش جدا. فعشان كده بدي حاجة تبقى مفعولها سريع لموضوع الحكة. تالت حاجة، لازم نستخدم حاجة فيها فلوكانازول أو فيها مضاد للفطريات، كبسولة مرة في الأسبوع لمدة قد إيه؟ لمدة أسبوعين. بعد ما هتخلص الروشتة دي هتلاقي إن شاء الله ما كملتش أسبوع الالتهابات دي راحت من عندك تماما وبقت زي الفل. احنا غطينا الموضوع بشكل شوية ما نقدرش نقول عليه علمي قوي وما نقدرش نقول عليه بلدي قوي، حاولنا نقول الموضوع بشكل مبسط يجمع ما بين العلم وما بين البساطة في المعلومات، عشان دايما بقول الناس اللي مش عارفة المصطلحات تقدر تفهم بشكل او باخر. اشوفكم على خير ودمتم طيبين، والى لقاء قريب بإذن الله من جوه الصيدلية.